تشاهدون في هذا العدد من أوان الثقافة الدورة 32 لمعرض تونس الدولي للكتاب في يومه الأخير مواكبة لتوقيع مجموعة من الإصدارات الأدبية والشعرية. زيارة لمعرض الفنان التشكيلي رضا الناموشي تحت عنوان هنا وهناك برواق علي القرمسي. ونختم بإطلالة على قاعة الريو بتونس ومواكبة لأجواء عرض مسرحية تونس من إخراج محمد أمين بن سعد. الزهر الرابع تحت عنوان تونسيون احيانا، تونسيون احيانا، كتاب في شكل جديد من الكتابه والكتابه العاطفيه حول الثوره التونسيه، يعني رصد تلت مرحله حكم الترويكا بصفه عامه، المخاذات تاع الثوره التونسيه، المآلات نتاعها باسلوب ساخر، باسلوب يعني قريب لذائقه المواطن التونسي. واعتقد انه كتاب نتمنى انه يكون موجود في مكتبتي مواطن تونسي، لانه يخلينا على الاقل نذكروا كل الايامات اللي عشناهم، ايامات يعني نتاع فرحه نتاع انتماء بالفعل للبلاد هذيا. للاسف الشديد نحسوا روحنا توا تونسيين مش دائما، تونسيين احيانا، ساعات نحبوها ساعات نبعدوا عليها. دونك الكتاب هذا يذكر التوانسه اللي هما لازم يكونوا تونسيين دائما مش احيانا. المعرض السنة حبينا ولا كرانا ما مشيش كما كنا نتمناوه، ممكن تزامنوا مع عودة تلامذة للمدارس، زاد كيف حالة الارتفاع الأسعار الجنونية اللي تخلي المواطن التونسي ممكن ياسر ما يخممش برشا في الكتاب. لكن لحد الآن الحمد لله بالنسبة للكتاب الحمد لله ماشي من ماشي. عندي إصدار جديد للسيج والضوء، مجموعة شعرية صدرت عن دار البدوي للنشر والتوزيع. الكتاب هذا هو الرابع في رصيدي بالنسبة للدواوين الشعرية، وعندي معناها أربعة مجاميع شعرية سابقة، منها خيال الضوء صدر لي 2004، صدرت لي ذاكرة الجلنار 2008، جثة يطابقها القمر 2013، و2014 تباريح الغصن المكسور اللي وقعت ترجمته إلى اللغة الفرنسية، وهذا الإصدار الإنتاج الأخير يعني مارس 2016 نساج الضوء مجموعة شعرية. يقولون لنا انظروا إلى النصف الملآن من الكأس، قلنا على مضض لا بأس، قالت الكأس من ينظر إلى نصفي الموجوع، تهمس الوردة لقاطفها، تعال هات يدك أريد قطرة من دمك، لا تخف لن أقضم إصبعك قبل أن تلوي عنقي أيها الحب الوعد، وأسلم لك كأس العبق، اسمح لي يا سيد الوغد، اسمح لي أن ألسعك. فجوة الأدلجة والواقع هو مقاربة لموضوع الهوية العربية من منظور مختلف على ما هو التعصب لهذه الهوية اللي احنا نمنو بها، واللي احنا نمنو بها كبعد ثقافي أكثر منها بعد عرقي ولا بعد
فكحتمية ثقافية، ثم محاولتي في الكتاب هذا إلى تحويلها إلى حتمية معيشية، يعني البعد الاقتصادي فيها اللي يدفعنا باش يدفعنا بالضرورة في يوم من الأيام أن نلتقي اليوم في خضم الواقع هذا المتشرذم والصراعات والنزاعات الموجودة. يمكن يولي المطلب هذا مطلب بعيد المنال، يبدأ للناس كأنه حلم توبوي، ولكن احنا نعتبر أنه له من المقومات ما يخليها أنه حلم مازال مشروع مازال قائم الذات، لكن المقاربة هنا فيه بطبيعة الحال مقاربة بعيدة على العاطفة المجردة اللي مشاو عليها الناس اللي كتبوا على يعني على ضرورة وحتمية الالتقاء العربي، وإنما هنا مقاربة فيها بعد حاولنا يكون عقلاني أكثر واقعي أكثر، ففيه ظل مسار مختلف على ما هو رايج في الأدبيات هذه متاع العروبة عموما. كتابنا الإرهاب والفساد هو كتاب متخصص وتفرغ كاتبه اللي هو شخصي لتوثيق حالات 23 حالة تقريبا عدد فصول الكتاب، حالات تواطؤ وارتباط عضوي بين أنشطة إرهابية إجرامية وفساد من داخل الإدارة التونسية للأسف. هذا الكتاب هو حسب ما سمعت من عند دور النشر هو الأكثر مبيعا، الكتاب هذا حقق رقم قياسي في المبيعات في هذا المعرض في دورته 32. هذا الكتاب هو عبارة عن عمل سردي صدر مؤخرا عن دار زينب للنشر، وكان محظوظا بأن توج في معرض دولي للكتاب بأن نال جائزة الرواية، وهو يعني يتمثل احتمالات معناه حراك ما بعد الثورة، وتراوح أحداثه بين المدينة والريف في سياق سردي حاولت قدر الإمكان أن يشخص نقديا هذا الواقع ومتغيرات. هذه الرواية هي بنت أفكاري، فبالتالي كانت أصيلة وحصلت على الجائزة. المهم هو فهم الاحتكام إلى النص. لجنة التحكيم معناها قرأت الكتاب وكانت يعني رأت فيها استيفاء للشروط اللازمة على صعيد اللغة وعلى صعيد معناها الأسلوب، وأمكن لها أن تفتك موقعا لها تحت الشمس. المعرض مازال متواصل 23 مارس، نعرض في جاليري رواق علي القرماسي تونس تحت عنوان هنا وهناك. العمل متاعي يتطلب برشا وقت، وانك مش تنجز معناها عمل لازمك على الاقل تاخذ تفكير وتاخذ حتى الجهد التكنيك الخدمه لازمها ثنا وقت زيادة باش نجم نلقى لو سوجي ونلقى الحاجه اللي ممكن نجم نعبر بها في العمل نتاعي. على ذاك دونك تلقاني دونك ما عنديش الاعمال معناها الكافيه باش نجم نعمل معرض وحدي، لكن ديما نشارك في معارض جماعيه فهمت، مع الاتحاد في معنا ديما في الاتحاد الفن التشكيلي تلقاني ديما عندي لازم تلقى عندي لوحه فهمت. المواضيع هي حسب الحاجات الموجوده فهمت، هي مواضيع تحكي على الجمال، تحكي على حب الانسان، تحكي على الطبيعه، تحكي على الحب المرأة، معناها هو مواضيع متعدة فهمت. وإن شاء الله معناها الأعمال متاعي تلقى معناها استحباب من طرف المشاهد والمتلقي فهمت.
البون نوار هو سان فون الفون هو باش نجم يخرج لك الموضوع اللي تحب تحكي عليه مثلا ولا السوجي اللي انت المتفرج ولا المتلقي هو ما ينجمش يشوف اللوحه بكلها يولي يركز كان على الشيء اللي هو الان نكون نحب نعطيه باش هو ينجم يشوفها. فهم البوان فور تاع اللوحه هو فك لي بيرسوناج ولا الاشياء اللي نحطها فهمت. وديك على ديك دونك النوار هو سيتان فون هو يخلي يعمل السوجي اون برسبكتيف هو اول حاجه ديما الفيزاج فيه نوع من الاكسبريسيون معناها التعبير وكل فيزاج يعبر بطريقه معينه فهمت. وعلى ذيك دونك خاطر سي بسيكولوجيك الانسان في حد ذاته هو في الفيزيونومي نتاعو فيه تعبيرات معناها تنجم تعبر على حاله معينه فهمت على الحاله الاجتماعيه على الحاله النفسيه على حالات احنا نعيشها لحول الله. ديما الفن في تونس بصفه عامه أنا الإنسان كان يربط روحه بالفن بركة معناها هو المشي ما ينجمش يعيش وما ينجمش يقاوم الشيء اللي احنا فيه فهمت. لكن كما منه يعمل عمل آخر باش ينجم يغطي منه ومنه لكن إن شاء الله نتمنى اللي ما عرفش السلطات المعنية بالفن لازم يراعوا برشا ثم فنانين مازالوا في طور معناها النمو ويحبوا يوروا حاجة جديدة فهمت حاجة ما عرفش تنور تونس حول الله خاطر نشوف اللي الفن بتاعنا قاعد يعاود في نفسه ما فهمش حاجة جديدة دونك على الأقل كي نشوفوا حاجة جديدة على الأقل نباركوها ونحاولوا كنشجعوها تشجع ما حتى بالكلام يسالش مش معناها ماديا ما حتى بالكلام باين دونك كي تشجع دونك على الأقل ثم إقبال فهمت والإقبال دونك هو يجي بالخدمة. جمهور الفن الرابع كان على موعد في قاعة الريوب العاصمة مع مسرحية تونس للمخرج أحمد أمين بن سعد وتمثيل جمال مداني منيرة زكراوي سهير بن عمارة أمال عمراوي علي بن سعيد ناجح بن سير وأديم حمدي. استعلامات استخبارات شيخات صفريات فرنسا امريكا بلجيكا ودولة الامارات العربية المتحدة بعثوا يحس في حركة الاسلحة الخفيفة في الواد الاكحل قتلوا تيكل هذية ثلاثة عروض هذوما جمعة واحد وسبت اثنين وحد 3 أفريل يجيو في إطار حملة جالها المسرح على أساس أنه مسرحية تونس كانت سباقة في أن يتحذر من العنف ومن الإرهاب بالطريقة اللي رأيناها في بنجردان وبالمحاولة اللي رأيناها في سند ولكن قد ما كان المسرح ينزل على صفارة الإنذار قد ما كانوا السياسيين يصمون أذانهم. فاليوم نعود السيكل متاع العروض متاع المسرحية هذه باش نقولوا عودوا حلوا وذنيكم للفن وللفكر وللثقافة وللصحافة فماش ما تمنع حدوث كوارث من نوعية اللي وقع في تونس في الأيام القليلة الماضية. كاميونة مجلوس ملفوفة بالوقت صندوق بلمس أكاجو ملفوف في تراب تونس جيش شرطة ديوانة حرس يصير معلقين مطوعين رقاجين الكلهم كاتبين شعارات نجوم سيوفة واقسموا ثلاثة دموا ما يمشيش سبه للا نساء السافرة والمسكسرة شيبا وشبيبا شيعون رحمة يا رب هلا عبد ابنون يا رب سيان كشمار خيال المؤلف يقول
أنه تونس في المستقبل تقسمت إلى ثلاثة مقاطعات إن شاء الله ما نراوهاش الحكاية. فعائلة متاع مزودية لكن فيهم مقسمين، فيهم اليسار فيهم اليمين فيهم الإسلاميين أو المتطرفين إذا صح القول، في عائلة واحدة. وكي تقسم تونس كل واحد باش يمشي مقاطعة من المقاطعات. كلمة تونس بركة تعني برشا حاجات، إن المجتمع والانقسامات الموجودة في المجتمع بين اللي تنجم يكون الإسلاميين اللي تحبوا الفن اللي يحبوا الثقافة الشيوعيين، برشا انقسامات شملت في كلمة تونس. الشيء اللي صار في تونس، الأحداث اللي صار في تونس والتقسيم اللي صار في تونس على مستوى سياسي يخلي الفنان ديما خايف أنه لعل هالبلاد هذية تتقسم، معناها واحنا من حبواش تتقسم. برشا خوف البركة فيك، البركة فيك، العساء فيك، بحثوا عدروس قربان كل عشاقوك كسكسي ورحمة خوف الماكلة والموت بدعة. اسمع اللغة بدعة، انت الوجعة. كسكسي خوك كسكستو بيضيق، فورتو بيدي واخترت اللحم لحمه لحمه، وبعد ما سقيته ضريت عليه الزبيب مش من فمك. قول تعرفني منك ايش الحم ولد جنحان. المشاريع بتاع تقسيم تونس موجوده و صيحه فزعه، خايفين على البلاد هذه. الدور متاعي انا هو الدور هدار، هدار هو البو، هو اللي ولد، هو المزاودي الكبير، معناها من عائلته هو خرج الإسلامي وخرج اليساري وخرج المزاودي، فهذا دور هدار اللي هو البو والأم في نفس الوقت، واللي هو يمثل الجيل القديم. كما أي عائلة في الدنيا، الحرب الأهلية في تصورنا تنطلق من وقت اللي البو واللي يختلف مع ولده واللي معاش يكلمه لأنه بيناتهم اختلاف إيديولوجي، ولا الخو مع أخته ولا غيره. فهذه هي الحرب الأهلية، هذا كلام سبق وقلته. الحرب الأهلية ما تبدأش بالضرورة وقت اللي يتهز سلاح وتبدأ الناس تتضر في بعضها بسلاح. الحرب الأهلية وقت اللي يبدأ الكره، وقت اللي يبدأ الرفض، وقت اللي فالمسرحية هذا شنو تقول. لكن في الآخر تتجمع العائلة هذه كلها حول موسيقى المزود اللي هي كانت جمعها في البداية، فتسقط الإيديولوجيات وتعيش الموسيقى الشعبية التونسية. كبركم المزود، علمكم المزود، افحل يا افحل كموش المزود، روك لك من وصخ والسيبان والمل والشرب يا رب يا كرب. المزود كموش المزود، راكم في النكتب شديد وصف على الكونتينة حاكوا انت المزود. ايا بالحاكم ناس كل جاك، احنا مش علاش نحمدونا يا ربي، ولدنا في بلاد يسلموا في كل شيء كان في المزود. أنا شفت مسرحية تونس في افتتاح أو اختتام الجي تي سي، أعتقد افتتاح كانت الجي تي سي. كانت هي أصلاً مسرحية يعني كموضوع وكفكرة بوقتها لا بشوف هيك، لأنه بدك تسقطها على الوضع الراهن في البلد، فهي مسرحية مناسبة وفي وقتها. كانت مسرحية جميلة، وبرضو الطاقم يعني والممثلين سواء المخرج والممثل كانوا برضو ممتازين وهم أصلا معروفين. الدار كبيرة معاول طلعتني مع البيا، وكانت على البوخة الكرمة كبيرة يا تنوح البوه مرش إيجا معايا جزيرة الحرية، الحرية المسمون مضمون والمساواة مضمون. سيب عليك كيفكم كيف الأخرين، قال لك المزود أفامين ولا شنين أفامين تحب تزبوك بين الكفر والفجور ومتاع الدنيا. وين تستحكزوا معاك تشكلوا عليه الحد؟ يشدوه بويتيام يقلعوا له براسه؟ انتي مش عليه الحد. وإذا عصيتهم في السجن. هك. والله يأتي من يشاء. هك. هك. هك 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 هك. وليت الكورة بين الفكورة. القط على البي والنط. تحبوا تتفرقوا ولاد الحجلة. كل حد في بره وكل حد على هيا. تشنيه تبرها البلاد وزيدوا يقسموها على ثلاثة. شنية قالوا الطرف الحزب
طبعا هي المسرح يعني يعتبر اكسجين، مش شيء هيك يعني، هي شيء عابر، هو شيء المفروض دائما يصير في اي وقت في اي مكان. تونس يعني بصفتها خارجي او يعني مستمره في مرحله الربيع العربي او الثوره، فأكيد راح يكون في تصادمات أو بعض المشاكل بسيطة بخصوص التجاري مع تجاري المسرح مع فعل الثورة. يا كدلاني يا كدلاني واش تيقولوا فينا واش تيقولوا فينا، يا كدلاني صلوا على نبينا، يا كدلاني صلوا على بين بالكشف اللي فما محاولة لبناء مشروع متاع مسرح، يعني بيبدأ مسرحية تونس وما يوفيش بها، ما هيش النهاية، هي مجرد بداية نبنيو بها في مشروع متكامل، لكن مازال تراكحة شوية المشاريع الجاية حتى شلين يعيش العرض هذا كما يجب. قاعدين نحاربوا ونقاوموا باش نعيشوه قد ما نجم. هاك تشوف الجمهور صعيب في تونس وماذا بيه يمشي لأنواع أخرى، بشوية بشوية بنمن اللي قادرين نصنعوا جمهور. التمثيل مهمة صعبة وصعبة جدا جدا ومهنة مفنية، ولكن الإخراج مهنة متعبة وتحملك مسؤولية عالية ياسر، مسؤولية العمل في الآخر أنت المسؤول عليه. المسرحية التي حاولت تسليط الضوء على الواقع التونسي وإمكانية تقسيم البلاد إلى ثلاث مجموعات تساهم في دفع العمل الثقافي في بلادنا، لا سيما القطاع المسرحي الذي يشهد هذه الأشهر حركية. سياحة بديلة، مستقفة لا بغصدك عناخ كوناخ، وفاميشي اللي بتدخلش على خطر مظهر المشايك حجرة وفيد، واضح؟